نبات الاخليا دي الورق اللي موجود ده الجاف، وحطيت عليه نبات القرد. نبات القرد اللي هو اسمه القرد. القرد دي هتلقوه عبارة عن يعني ثمار كده زي الفاصوليا الناشفة، زي الفاصوليا يعني عود الفاصوليا الخضراء بس ناشفة لونها بني. القرد الناس تعرفه كتير جدا. يجيبوا 100 جرام اخليا الاوراق الجافة مع 100 جرام قرد ويطحنوهم مع بعض، وبعدين يعملوا بيهم كمادات او لبخة على الدوالي تشيل كل الام الدوالي وتاخرها بقى، تخلي الدوالي ما تتطورش، لا تتطور، ولذلك بتعتبر مزيله كويسه جدا جدا لدوالي الساقين ودوالي القدمين. وفي الوقت نفسه القرد نفسه احيانا بيعملوه لبخه لما تكون طبعا بجانب شربه من الداخل، لما يكون فيه بواسير والبواسير فيها ادماء. طبعا هم في الخارج دايما كانوا بيستخدموا مثلا حبوب الدافلون على اعتبار ان هي تقلل من النزيف، لكن جت المانيا وفرنسا وبعد استخدامهم ما يسمى بالهوميوباثي اللي هو الطب التماثلي او الطب التجانسي، ابتدوا يعملوا حاجه غريبه جدا. قالوا يا جماعه لابد ان احنا نلجا للطبيعه، فوجدوا ان الاخليا دي بتفيد تماما في منع النزيف ايا كان، سواء كان نزيف رئوي، نزيف كلوي، نزيف من ايه؟ من البواسير، نزيف شرجي، نزيف رحمي، كل الكلام ده وجدوها ان هي لها. ناخد فاصل ونرجع لحضرتكم يعني بعد اذنكم، نستاذنكم في فاصل.